جداول قطع الكهرباء في أحياء القاهرة والمحافظات التي أعلنت عنها الحكومة لتنظيم انقطاع التيار الكهربائي لتجنب حدوث تأثيرات إنسانية أو وقوع خسائر مادية، أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت غضباً وتخوفاً من استمرار هذه الإجراءات والتكيف معها، فيما اختلفت آراء الشارع حول الإجراءات الجديدة ومدى تأثيرها على حياة المواطنين. الكمبيوتر طبعا متأثر لأن ما فيش كهرباء، فالشغل بيقف تماما بالنسبة لي. احنا لازم نستعمل ظروف البلد اللي احنا فيها دلوقتي عشان خاطر درجة الحرارة عالية وكده. هو الواحد مش عارف الحقيقة، يعني هل اللي بيحصل ده صح ولا غلط؟ يعني في بيوت كتيرة بتقطع منها وفي أماكن ما بتقطعش، على حسب ما الواحد بيبقى ماشي في الشارع وشايف المناطق. من بينها العمل من المنزل أيام الأحد بداية من الشهر المقبل، وقطع التيار الكهربائي من ساعة إلى ساعتين يومياً، إجراءات جديدة أعلنت عنها الحكومة للتخفيف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء التي تزامنت مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. احنا بنستهلك كهرباء في مختلف الأغراض في حدود 32 ماكسيمم 32 ألف ميجا، وصلنا خلال الفترة السابقة ل 35 ألف ميجا، يعني كان في زيادة 3000 ميجا، وهي دي القدرات اللي تم تخفيضها يوميا. الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها ده بإجراءات جيدة جدا، بل بالعكس أتمنى أنها يعني تفعل جيدا، ولأنها مش كل الوظائف بتحتاج تروح للعمل، ممكن نوفر كتير. أهم حاجة طبعا في كل هذه الموضوع إن ما لا يتم قطع الكهرباء على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك، هي دي اللي تنتج المواد المهمة وبتصدر وبتجلينا مصادر دخل. أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر حالياً هي الأولى منذ 2014، وتؤكد الحكومة أن انقطاعات الكهرباء الحالية لا علاقة لها بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي، وإنما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مستوى العالم. ردود فعل واسعة ومتباينة حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما أبدى البعض تخوفه من احتمال أن تؤثر الخطة سلباً على حياته اليومية. في المقابل تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة لابد منها لمواجهة الأزمة بالتزامن مع الموجة الحارة في البلاد. أميرة جدالله، الحرة، القاهرة.